بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباب الكرام يثني عزيزين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي رواية للإمام أحمد أنه قال: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الله أكبر. يقارن النبي صلى الله عليه وسلم صحت قضية الصحارة البركة. يجني ويا أخرى يقارن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحارة تتم ليس البركة وليس محمشة، ولو الإنسان ذي سجن سكيف ومال. قال الله سبحانه وتعالى ذي الملائكة الناس أتزاجان خوني إتسحان. ولهذا نقيت مثلا غيخسات كام غصحة أتشم الأكل أني من الصحور، ولو الإنسان ذي شوين ومال شوين كحبان تيني ويسمحبو ذي صحاني ما يمي باش الله سبحانه وتعالى هذا شيء البركة، هذا كي البركة ذي نهار يكمل باش تقوي دخل العبادة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله جل جلاله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.